مرحبا بكم من جديد. سنتعرف خلال هذا الفيديو على طريقة التعامل مع الطريق السيار الذي يحتوي على ثلاث وضعيات. ليصلك جديد القناة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس. نلتقي بعد الفاصل. هذا هو الطريق السيار بثلاث وضعيات، يعني أنه يتسع لثلاث عربات. رغم أن الطريق فارغ في هذا المثال، يستحسن الالتزام بأقصى اليمين مع عدم الابتعاد عن الخطوط على اليمين أو اليسار، وكذلك عدم الابتعاد على الأرصفة لترك المسافة أو المساحة الكافية لعربتين. مثلا هنا عند اتخاذ القرار المرور في الوسط يجب ترك المساحة الكافية التي تكفي سيارة على اليمين وسيارة على اليسار. الآن أخذت الطريق الأولى، سأمر من هذا المدار بهذا الشكل، ثم بعد ذلك يجب أخذ القرار المناسب، هو المرور في الطريق الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكذلك تجنب وضع الخط في الوسط والمرور على الخط لاقتسام الطريق بشكل متوازي وبشكل معقول، وترك المساحة الكافية للسيارات وكذلك الدراجات النارية لتسهيل المرور وتفادي العرقلة. عندما نريد التجاوز نلتزم أقصى اليسار ونتفادى المرور فوق الخط لاقتسام الطريق لكي تتسع لثلاث عربات. وعند اتخاذ قرار التجاوز أو الدوبلاج يجب أن نلتزم بأقصى اليسار وأن لا نترك مسافة كبيرة بيننا وبين الرصيف الموجود على اليسار، وكذلك نتفادى المرور فوق الخط الذي يوضح أن الطريق تتسع لثلاثة عربات، وبالتالي يكون المرور سلسا حسب المسار الذي نختاره، سواء المسار الأول أو الثاني أو الثالث. كذلك عند التجاوز يجب علينا التزام أقصى اليمين هنا. الخطوط واضحة التي تقتسم هذه الطريق إلى ثلاثة مسارات. بعد التجاوز سنلتزم بأقصى اليمين لأننا سنمر على اليمين للابتعاد عن المسار وترك المجال لمرور باقي السيارات. في هذا المثال سندخل إلى الطريق السيار دائما مع الانتباه والالتزام بأقصى اليمين لتفادي العرقلة والمرور بكامل السهولة، وكذلك اقتسام المجال الطرقي والاستفادة من هذه المساحة وشساعة هذه الطريق التي تتوفر على ثلاث مسارات. لذلك الالتزام بأقصى اليمين يجعلنا نستفيد جميعا من هذا الفضاء الطرقي الذي يتسع لثلاثة عربات وكذلك لثلاثة صفوف تمر في وقت واحد، وذلك مع احترام السرعة القانونية. هنا رغم أن الطريق فارغة يستحسن التزام أقصى اليمين وترك المسارين فارغين لباقي العربات التي تكون مسرعة أكثر من
الذي يأخذ المسار الأول. بعد التجاوز مثل هذه الحالة والابتعاد عن العربة التي قمنا بتجاوزها، دائما نمر إلى المسار الأول في هذه الحالة لأنه فارغ، ونتابع سيرنا بكامل السهولة مع ترك المساحة أو المسارين كما قلنا سابقا لمرور باقي العربات. هذا كله حسب تجربتي المتواضعة. هناك أمور يتم اكتشافها في هذا الفيديو دون تعليق، وفي هذا الفيديو حاولت اختيار الطريق فارغة مع التقليل من ظهور العربات، لأن الفيديو توضيحي فقط وليس له علاقة بظهور العربات، لأننا نتعلم جميعا وكذلك نستفيد من بعضنا البعض. لذلك يرجى ترك تعليقات حول هذا الموضوع لنتعلم جميعا كيف نتقاسم الفضاء الطرقي بشكل يجعلنا نمر بكامل السهولة ونتفادى العراقيل. أن الأخطاء يمكن أن تكون في سياقاتنا، وكلما تركنا المساحات الكافية لباقي العربات يكون المرور أفضل وأحسن وأسهل، وهذا هو الهدف من هذا الفيديو، هو أننا نتشارك ونتقاسم التجارب لاستغلال الفضاء الطرقي بكامل السهولة والليونة، وكذلك تسهيل المرور مع جميع السائقين. هذا هو التزام أقصى اليمين بعد التجاوز. دائما هناك ثلاث مسارات، يعني أن الطريق تتسع لثلاثة عربات. وباقي التقنيات يمكن اكتشافها باتباع الفيديو وكذلك الوضعيات المختلفة. وأتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا بالنسبة للتعامل مع الطريق السيار الذي يتسع لثلاثة عربات، وشكرا وبالتوفيق للجميع.
طالع عنده هو 10,200 و 2,000 درهم. هذا هو اللي خصنا، ما فينا حتى شي 10,000. ما توصل لها حتى فينا صعيب. الأكثرية دابا صعبة الترقية وهذا الشيء. وياه. ما شحال هذه راه كان شوية لا وجدتي امتحان ولا هذه لا أقدامية ولا كذا راه كت دابا صعبة. صعبوا وكيتعطلوا باش يخلصوا واخا الدوز. باش يخلصوا الطيب. طيب. زيد عليها حتى كتشوف. هما دابا دارت العقوبات قالك الا وقع لك شي عقوبه غتلقى حقاره ديال جوج دروس يلاه ايوا هضر معاه على خمس طن زيده دابا على هاد الكلمه القهقاره اصاحبي راه بنادم راه غير دابا هاد الكلمه حطها لي في القانون هادو راه مصيبه قهقاره هادي بس قهقاره زعما الحقره وصاحبي الحقره يا الله وهي هادي واه في الصحراء قانون الحكرة واه الحكرة والحرمان والحرمان الحرمان شحال من مرة هما يشيروا له في الحرمان حرمان شنو كاين الحرمان اصاحبي زعما راك شنو دايم لي اصاحبي والاخر جا قال لك الحرمان التلميذ وانت استاذ حرمتيه حرمتيه اه كاين ولكن الحمد لله ولكن والله الا لو قدر الجد اييه اللي ما عمره دار الاضراب دار احنا براسنا كنا انا براسي كنت كنتردد بعد شي مره ثاني والله منين شفت صاحبي داك القانون الاساسي راه والله لا خدمناه الله يرحمه هذه محطه راه ماشي بحال هذه محطه مهمه يضمنوا هذاك الشيء اللي كاين خدم انتيا انت مدمر كي قال هذاك المراكشي قال له انا الاستاذ ما يمكنليش انا غيقريني هو مدمر قال له يدخل لقيت خطا غيقريني حتى هو كيفكر بالطوطيشه ما ابسط حاجه دابا ما تشرب راه تبقى تفكر فيها راه ماشي سهل وما نكذبش عليك اخايتي والله الا مشيت ذاك النهار للسوق نعم سولت على بطاطا قال لي 180 مشيت في حالاتي قلت له انا ما خصنيش هاد البطاطا كاع بزاف عليا بزاف عليا شنو خليتي لواحد اخر لطيف قهرون ماشي غير البطاطا ولا زادوا كل شيء كل شيء عقار كل شيء المازوت ما بغاوش يطيحوا منه تاريال او المازوت دابا ب 14 درهم اصاحبي نعم وعاد قال لك داك الشيء ديال المقاصه غادي يزيدوا راهم شتي الحكومه ما عرفناش كيديروا هاد الناس دون بوان الباقيه البيصات ايوا سلك عليا وصافي اللي قالوا داك التعديل هذاك الشيء شتي داك التعديل اللي في الجروب سقطاتو نهي